بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعود مرة أخرى مع البرمجيات المتعلقة بالجوجبرا، وهذه المرة مع برمجية من نوع خاص تتعلق بالزوايا وعلاقتها بالمثلث. هنا حاولت تجميع خمس خاصيات، غادي نقوم بمعاينة ديالها. لمعاينة الخاصية يكفي الضغط على الزر المتعلق بالخاصية، مثلا هنا بروبريتي نمبر 1. عندما نضغط على الزر نحصل على هذه الحركة. هنا نقوم بإنشاء مثلث. هذا المثلث يمكن تسميته ABC بطبيعة الحال، وهنا لدي زلقة أتحكم عبرها في سرعة هذه الحركة. عندما نقوم بالانتهاء من هذه الحركة تظهر لنا هنا هذه الخاصية. La mesure de l'angle extérieur d'un triangle est égale à la somme des mesures des deux angles extérieurs ou bien des deux angles intérieurs non adjacents. خاصية تقول بأن قياس الزاوية الخارجية يساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين الغير المحاذيتين بطبيعة الحال لهذه الزاوية. هنا مثلا هذه الزاوية قياسها يساوي مجموع قياس الزاويتين الملونتين هنا باللون الأحمر والأزرق. خاصية الثانية لا بروبريتي نيميرو 2، هذه الخاصية بطبيعة الحال هي خاصية أساسية في المثلثات تتعلق بمجموع قياسات زوايا المثلث. هنا سنقوم بإنشاء والتعبير عن الزاوية الأولى والزاوية الثانية ثم الزاوية الثالثة. بعدها سنقوم بإنشاء المستقيم المار من رؤوس من أحد رؤوس المثلث والموازي للضلع المقابل. هنا مثلا هذا المستقيم الخطوط الممثل بالخطوط المتقطعة يوازي هذه القاعدة هنا أو يوازي هذا الضلع، وعبر هذه الحركة يمكننا إعادة الخاصية مرة أخرى فإننا نحصل على الخاصية la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. La somme des mesures des angles d'un triangle égale 180 degrés. مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة. ننتقل بعد ذلك للخاصية الثالثة. هذه الخاصية تتعلق بالمثلث متساوي الساقين. إذا قمنا بإنشاء مثلث متساوي الساقين فكما تلاحظون هنا dans un triangle isocèle les deux angles à la base sont isométriques، يعني الزاويتين ديال القاعدة ديالو متقايستان. بالنسبة للخاصية الرابعة تتعلق بالمثلث المتساوي الأضلاع. سنقوم بإنشاء مثلث متساوي الأضلاع. العلاقة التي تربط الزوايا ديال المثلث متساوي الأضلاع هي dans un triangle équilatéral les trois angles sont isométriques et chacun d'eux est égal à 60 degrés. الزوايا ديال المثلث متساوي الأضلاع بطبيعة الحال متقايسة وقياس كل واحدة منها يساوي 60 درجة. الخاصية الرابعة هي هذه ثم الخاصية الخامسة. الخاصية الخامسة تتعلق بالمثلث قائم الزاوية. في مثلث قائم الزاوية نعلم أن الزاويتان المحاذيتان للوتر هما زاويتان متتامتان. Dans un triangle rectangle les deux angles reposant sur l'hypoténuse sont complémentaires. شكرا على المتابعة وإلى برمجية مقبلة بحول الله.